جوه كنيستي بشوف على المسبح صينية مدورة مصنوعة من ذهب أو فضة، بيتحط فيها القربانة في القداس، وبعد ما يصلي أبونا صلوات وألحان جميلة كلنا بنحبها قوي، تتقدس القربانة اللي في الصينية وتتحول لجسد ربنا يسوع المسيح، ونتناول منها في سر الإفخارستيا زي ربنا يسوع المسيح ما عمل مع تلاميذه بالظبط. أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. عشان كده الصينية بترمز للمزود اللي اتحط فيه الرب يسوع لما اتولد، وكمان بترمز للقبر المقدس اللي اتحط فيه برضو الرب يسوع بس بعد ما مات على الصليب. الله، كنيستي دي جميلة فعلا، أنا بحبها جداً.